لأن يعني اليوم هذا ضروري يلزمك تدافع أقصى ما يمكن من اللاعبين باش ما تقبلش هدف، وضروري يلزمك تهاجم باش تسجل هدف. وقوة الوداد كونه حتى وقت اللي احنا محتاجين في آخر لحظات معناتها نجتاج تعادل معناتها تأهلنا، لكن سجلنا هدف في وقت اللي هما خلاو المناطق فاضية وسجلنا هدف، معناتها هذيك معناتها قوة الشخصية بتاع الفريق.